صباح الخير على كل اللي بيشوفونا النهارده، اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج الحياه فكره. مجموعه الافكار اللي بتدخل دماغ كل شخص فينا كل يوم كتيره جدا ومهوله جدا، بس في فرق ما بين الشخص اللي بيقدر يفلتر الافكار دي وياخد الفكره الصح المناسبه لنفسيته وعقله ويترجمها في صوره واقع، وفي فرق بين شخص تاني نسي اصلا في افكار موجوده وكمل يومه عادي. عشان كده احنا دايما بنتعمد ان احنا نجيب شخصيات قدرت فعلا ان هي تفكر صح وتبدع في مجالها، وقدرت ان هي تثبت فعلا ان هي اشخاص جديره بالمجال ده. عشان كده ضيوفنا النهارده مش بس مميزين، هم قد ايه شغلهم مميز مفيش اي حد يقدر يعمله اللي هم بيعملوه كتير. زي اي مهنه، المهنه مختلفه والطريقه نفسها مختلفه، مشاعر فظيعه جدا ما بين الحزن والتعب والاسى وما بين ان هم دي حاجه مهنتهم وبيحبوها. هنتعرف على ضيوفنا اكتر ونعرف كل تفاصيل الوظيفه دي، بس خلونا الاول نرحب بزميلتي رانيا. صباح الخير عليكي يا رانيا. صباح الخير عليكي يا اسماء، وصباح الخير على كل اللي بيشوفونا. بالفعل زي ما قلنا في برنامجنا هنا، هي الحياه فكره، انت بتمسك في فكره معينه بتجيلك وبتحقق منها نجاحات كتيره جدا. زي ما اسماء اتكلمت على ضيوفنا النهارده، فهم بصراحه مختلفين جدا وحاجه سبيشال جدا جدا جدا، سبيشال في طريقتهم، سبيشال في المهنه اللي هم بيأدوها، سبيشال في مشاعرهم اصلا. انت بتعمل حاجه قد تكون مؤلمه للبعض وقد تكون مفرحه للبعض الاخر، يعني الوضع مختلف. طبعا احنا محتاجين نعرف هم مين علشان نقدر نوصل لايه الاختلاف في المشاعر اللي موجود ده. فخلوني ارحب في البدايه بكبير مدرب الغوص ورئيس جهاز الانقاذ البحري في مصر، كابتن هشام الشواكي. اهلا بحضرتك يا كابتن. صباح الخير. صباح الخير على حضرتك يا كابتن. وكمان معانا النهارده خلوني ارحب باصغر مدربه غوص في مصر، صفاء الشواكي. اهلا بيكي يا حبيبتي. حضرتك اهلا بيكي. وكمان معانا كابتن جلال عبد الجليل الشواكي. اهلا بيكي عبد الجليل. وعبد الرحمن الشواكي. اهلا بيكي عبد الرحمن. خلوني ابدا باول سؤال على طول معانا النهارده لكابتن هشام، ايه اللي حبب حضرتك في المجال ده؟ هو المجال ده ما يتحبش بالظبط، دي حقيقه مجبره عليه. طب يعني ليه حضرتك بداته اصلا؟ لما ربنا بيديكي موهبه مش عند غيرك. تمام. الحسابات والتدقيق في الميه والانتشال والكلام ده، دي بتبقى موهبه من عند ربنا. تمام. السمك في الميه كله بيعوم، بس على الميزان كل واحد ونوعه. في مجالنا كتير، بس التوفيق بتاع ربنا. ربنا بيخصص ناس وبيدي الناس موهبه مختلفه عن التانيين. انا بالنسبه لي الحمد لله ربنا اللي مديني الموهبه دي، وانا في المجال ده بقالي 40 سنه. أنا رقم 8، كبير مدرب الغوص للاتحاد المصري، رئيس إنقاذ الوكيل البحري تابع جمعية البحر الأحمر للغوص والإنقاذ. يعني حضرتك بادئ من بدري قوي. أنا بادئها جنبي عملي كغواص. أنا بدي جميع دورات الغوص، أنا بعمل دي لوجه الله. بس حضرتك حابب أصلاً، يعني شايف إن في متعة في المجال ده أو إن هو حاجة لطيفة؟ أجمل متعة في الدنيا لما ام تدعي لك. اكيد طبعا. لما تجيب عيل، ناس كتيره فشلت ان هي توصل ليه. العيل اللي ماشي على وش الميه ده طلع. ده طلع بكرم ربنا، ما اقولش ان انت طلع انا جبته، لا ده هو اللي طلع. المهاره اللي انت تنزلي تحت الميه تجيب العيل. في عيل بيطلع بعد 24 ساعه في الصيف، في الشتاء 7-8 ايام، بتختلف حسب ما هو واكل ايه. بطن البني ادم هي اللي بتطلعه. المية بتملاها او كده؟ لا، الاكل اللي في المعده. تمام. لما بتتنفخ بتطلع. في عيل بينزل بيغرق وفي صدره هواء، يعني السر الالهي طلع والرئه فيها هواء، ده بيظهر بسرعه. يختلف كل غريق عن التاني. انت النهارده لما تروحي بلاد وتلاقي البلد كلها بتدعي لك. بالظبط. يعني في بلاد بتدعي علينا، يعني احنا لما بنروح بلد والغريق طلع، طب انا ذنبي ايه؟ ايوه فعلا. طلع. انت تحمد ربنا وتبوس ايدك وش وظهر. طلع. انا ما قصرتش، انا جيت لك. وصلت؟ بس طبيعي حضرتك قاعد في مكان والغرق بيحصل في محافظات كتيره جدا، فانت بتلف مصر كلها تقريبا يعني. مفيش مكان ما بنروحوش. اكيد. وما بنقولش لحد لا، لما بنكون في بلاغ والحاله ما طلعتش، طلع الحاله اللي معانا بنروح نكمل في الحاله الثانيه. احنا في الاوقات بالشهر ما بنخشش بيتنا. صدقيني رمضان احنا مطلعين 18 حاله. في 30 الله اكبر. يوم. عملية صعبة. أكيد طبعا. عملية صعبة والدولة مش ملحقة، وعندنا أكبر نسبة غرق موجودة في العالم. طب ليه؟ اللي توعي ما ينفعش.
ما ينفعش كل يوم ثورة مصر وشباب مصر يروحوا بالأسلوب ده. أكيد طبعا. طيب خليني أروح لصفاء. أنا بصراحة أنت بالنسبة لي مختلفة شوية، يعني أولاً أنت صغيرة، يعني أنت صغيرة جدا في السن على أنك تكوني مدربة غوص، على أنك تطلعي جثة من المية، يعني أنت إزاي بتقدري تعملي ده؟ هو البداية كانت خوف عادي، بس مع الوقت اتعودت، ودعوة الأهالي وفرحة الأهالي إنها بتلاقي مكان عيالها تدفنهم فيه، يعني بتشيل أي تعب وتشيل أي وجع خالص. طب هي أول حد أصلاً طلعتيه، أول يعني حالة جات لك وأنت نزلتي جبتيه؟ كان طفل وقع من أهله وقعدنا عليه يوم. ده كان فين؟ تقريبا كان في المنصوره، مش متذكره المكان لانه بقاله كتير. ايوه وكنت نازله مع بابا. يعني انت بداتي من سن صغير قوي ولا 10 سنين ونص؟ انت بداتي تطلعي قصص 10 سنين؟ ما شاء الله 10 سنين لوحدك؟ لا اكيد بابا معايا. ايوه بس يعني انت مثلا بتنزلي، انتوا بتنزلوا كلكم مع بعض بتدوروا واللي يلاقي او كده، ولا بتبقى ازاي؟ احنا كل مفيش غواص بينزل لوحده، يعني بحبل اشاره. تمام. لان النيل ما فيش رؤيه. احنا بنحسس من ايه؟ بنحسب اتجاهاتنا واتجاهات الميه والكلام ده كله، وبنمشي بالتحسيس. فاردين ايدينا ورجلينا لحد ما نخبط في الغريق. الاماكن بنتوقعها احنا، ميه كده حسابات بقى والزرع وكده، في عمليه انت واصله؟ طبعا. في غريق بيغرق هنا بنجيبه بعد 30 كيلو، بننزل بنجيبه من تحت الميه اتزنق. من ريحه الافرازات، من ريحه كذا، من ريحه كذا. فهي شغلانة صعبة جدا طبعا، بس شغلانة عندنا حلوة. طب هي ليها دراسة يعني؟ أكيد. في كورسز أو حاجات للموضوع ده؟ تدريبات. تمام. لازم يكون بيعرف الغوص. غواص البحر الأحمر ما يعرفش ينزل النيل، لأن في زبالة الرؤية في البحر الأحمر عالية جدا. أي غواص في البحر الأحمر هيطلع غريق، هيطلع لان انت بتشوفي تحت منك الرؤية واضحة. ايه المشكلة اللي انت هتجيبيها؟ صعب برضو عن اي بحر اصلا، النيل صعب جدا. اصعب شغل يقول لك ده غواص ترعة. انت اللي تجيب غريب من ترعة. اكيد. ما هو لو غواص ترعة زي ما هو بيقول كان ممكن هو ينزل يجيبه. انا عندك الغواصين بتاع البحر الاحمر يتريقوا على ايده غواصين ترعة. تشكر يا عم. اصعب شيء ان انت تنزلي في النهر طبعا، في الضلمه ليل زي النهار، انت فاهمه معايا؟ الكشاف ما بيفرقش معانا طبعا، وكثافه الميه اصلا في النيل غير البحر، يعني فيش الموضوع فيش مختلف. ايوه انت فاهمه معايا؟ اكيد طبعا. ان الميه الحلوه البحر خفيفه. بالظبط. طب خليني بقى اروح لعبد الرحمن وعبد الجليل، عايزه اعرف بداتوا ازاي وايه اول حاله نزلتوا فعلا جبتوها؟ احنا اتولدنا لقينا بابانا في المجال ده، واحنا كده كده اصلا عامه من صغرنا بنحب الغوص، بس كنا دايما بنشوف ابويا كده تيجي مره واحده يلم المعدات ويركب العربيه ويروح مشوار، فاحنا عايزين نعرف انت رايح فين. فمره رحنا معاه، فبدا يخبي مننا الحاجه اللي هو بيعملها، يعني كان يطلع مثلا الجثمان ويخبيه، يعني كان خايف عليكوا برده في الاول، مش عايزنا نعرف هو بيعمل ايه، اللي هو ايه بالنسبه له لسه صغيرين مش لازم تتعمقوا قوي. فاحنا من نفسنا كنا بنروح نكشف كده عشان نشوف ده ايه برضو، فعرفنا بقى ايه. كنا مخوفين بزياده واحنا صغيرين، فهو ما شاف كده ولنا حابين الموضوع بدا يعلمنا بقى واحد واحد. يعني طيب هنروح بقى من الكلمه دي لسؤال، هو انتوا فعلا رايحين داخلين مجال بمزاجكم، انتوا حابينه اصلا، ولا انتوا خلاص شفتوا بابا بيعمل كده؟ هشام بقى قال لكم لازم. بالظبط. احنا دخلنا حب وما كانش لازم نخش خالص، ممكن لحد النهارده مش عايزنا نكمل فيه. ولحد دلوقتي عاوز تستمر؟ طيب بقى كل واحد يقول ايه اول حاجه، اول حاله هو واجهها او طلعها من الميه. انا اول حاله واجهتها كانت في البحر الاحمر، كان سايح مصري، انت عارفه طبعا السياحه الداخليه، كان بيهزر مع سمكه قرش وكان بيهاجمها. ما شاء الله. هي سمكه القرش بتدافع عن نفسها، سمكه القرش ما كانش في حاله هجوم، هو اللي كان غلطان، فده نزلنا عليه. ده كان في الغردقه. طب ده كان من عمر كام سنه؟ ممكن من 13 سنه ولا حاجه. يا الله. او 14 سنه كمان. يا الله انتوا بتعملوا ايه؟ وانت؟ لا الصراحة مش فاكر، اصل احنا طلعنا حلقات كتير. يعني هو ممكن في الاسبوع 6-7 حلقات، 8 حلقات كمان. طب والولد الصغير كان بيعمل لنا باي باي وهو ماشي في المية. ايه ده؟ ده في المنصورة. قاعدين بنفطر، فبابا بيقول لهم الولد اهوت، فبيقولوا له لا. كنا قاعدين شغالين عليه. قاعدين شغالين عليه من يعني قعدنا 10 ساعات شغالين عليه. وبعدين؟ ففي الراحة بتاعتنا، فبابا بيقول لهم الولد اهوت، فبيقولوا له لا ده عروسة. فبيقول لهم عروسه ايه ده الواد اهو. الولد كان غرقان في القريه في المنصوره، مامته كانت بتغسل له رجليه فاتزحلقت، لان وقع منها الشاطئ عامه ما بيبقاش مظبوط، فهي اتزحلقت هي والولد، فواحد شافهم من على السطح ما بيعرفش يعوم، على ما نزل لحق الام، الام طلعت عايشه، الولد مشي مع الميه، الولد غرق الساعه 8:30 بالليل، احنا الساعه 9 كنا على وش الميه. احنا قعدنا 10 ساعات ندور عليه.
في عشه كده بتعمل فول وطعميه كده في بلد فلاحين، طلعنا ناكل سندوتش. الولا ماشي مع الميه بيعمل كده، الولا بيعمل لي باي باي يا روحي. قلت لهم الولا اهو اللي هم بقي مش هقدر اسيبه. قالوا لي لا يا اولاد رحنا زيجي. الواد اللي دمعت عليه والله دمعت عليه. الولا بيعمل لي باي باي، فاكر حماني انت عارفه الميه لما بتلعب ايوه ايده بتطلع وتنزل فالولا بيشاور لي اهو بقول لك انا اهو تعالى الحقني يعني. طب كابتن هو الحالات مثلا بتختلف من طفل لراجل كبير لبنت لست، يعني الاعمار بتختلف في الموضوع ده؟ مش الاعمار بتختلف، إيه المكان بيختلف. مكان الغرق نفسه بيختلف. بمعنى ايه؟ إيه ان العيل بعد 3 ايام ملامحه بتتغير اكيد. انا ما بخليش ام تشوف ابنها يا الله، ولا اب يشوف ابنه. خلي الصوره الحلوه، قول لي علامه في ابنك وانا هخش اجيبه. اتفق وهقولها لك. اللي عنده جرح في رجله، عنده جرح في السمانه، عنده جرح في الايد، عنده وحمه، عنده لا الوحمات غالبيه بتروح لان الطبقه دي بتروح اول حاجه، بتروح الطبقه دي والشعر والكلام ده كده. انت فاهمه واصله؟ الملح بياكل الجلد طبعا، والملح والميه صعب قوي. فاهمه؟ ربنا لا يكتبها على عدو ولا حبيب. يا رب، يا رب اللهم امين. هو زي ما انا قلت برضو في الاول ان يعني المهنه بتاعت حضرتك فيها مشاعر مختلفه شويه، الام زعلانه وبتعيط على ابنها، وفي نفس الوقت مجرد ما بتشوفه طالع هي على الاقل زغرت، على الاقل هتدفنه. أيوة فين؟ على الاقل هتعرف هقدر يعني ان انا اروح بيها ارتاحت. اكيد طبعا. تمام. طيب هل في بقى مخاوف بتواجهكم في المهنه دي، حاجه معينه انتم بتقلقكم وبتخافوا منها، ولا الموضوع واخدينه يعني مفيش خوف خالص؟ ولا انت؟ ولا انت فاهمه؟ لا خالص يعني مع التعود ما الخوف بيروح. مفيش حاجه في الميه بتخوفك مثلا؟ لا خالص. ايه ده في ايه؟ طيب لما انت بتيجي مثلا تطلعي حاله او كده، مثلا مشاعرك ايه؟ بتبقى عامله ازاي وانت بتطلعي مثلا طفل صغير؟ الاطفال الصغيره صفاء لو طلعت بحاله من الميه وشافت الصرصار بره والله لا هتنزل بقى الميه. تراجع القضايا. والله لا هتنزل الميه. انا كنت متاكده ان حضرتك هتقولها. يعني عادي ان انا انزل اجيب الجثه لكن اشوف الصرصار لا. انا بترعب من الصراصير دي حقيقه. طب اقول لك ايه؟ الله كلنا بنخاف. هو مش لوحده كلنا بنخاف. لا بس انا ما بجيبش جثه، ما بشيلش جثه بصراحه. الموضوع مختلف، الموضوع مختلف جدا. طب هقول لك، انت دلوقتي لما تيجي مثلا تطلعي حاله او كده، ايه اكتر حاله كانت بشعه بالنسبه لك ومثلا اتاثرتي بيها ولا ما كانش فيها؟ دايما بتبقى حالات الاطفال اللي هم من 3 سنين 4 سنين، اللي هم تبقى حوادث اغلبها صدمه طبعا. كان في حاله ملك كانت في المريوطيه، دي اكتر حاله يعتبر كلنا عيطنا عليها. حادثه هي وباباها، وهي غرقت، بابا غرق، باباها طلع وهي طلعت بقى الثالث يوم، طلعت مفيش اي تغيير فيها. يا روحي لان زي ما هي، زي ما هي كنا في الشتاء. حقيقي دي اكتر حاله تعبتنا نفسيا. دلوقتي شفتي ملامحها بقى ملك وهي ملك. بيقول لك جيت طفال حط ابنك تحت رجلك بجزم. الراجل طلع بالعربيه وفضل شارع بنته لحد ما غرق. سرقها طلع البنت مشت في الميه. احنا صممنا 3 ايام لحد ما جبناها الحمد لله ربنا وفقنا فيها. دي انا البروفايل بتاع صفحتي فضل شهر. وشهر تصدقيني انا راح لبنتي وانا صغير وهي صغيره قبلت رب الكريم. البنت دي قلبت عليا المواجع كلها. اكيد طبعا. تصدقيني. هو الموضوع يعني صعب. شهر ما مش عارف اتكلم حد. البت طبعا في الميه انا بشيلها، اذا جات لي كده رحت واخدها في حضني. يا روحي. اللي يجي ناحيتها ما ادهلوش انزل الميه. وانا ما فيش سابق معرفه. بس شكل البنت سبحان الله. البنت 3 ايام ما اتغيرتش، كنا الجو ساقعه. وهي سبحان الله صورتها عسل. يعني برضو الملامح لما بتفضل او كده ده بيأثر على حضرتك شويه يعني. احنا بني ادمين، احنا اكيد بشر. طبعا اكيد. احنا بشر. طب هل التغيرات النفسيه اللي بتحصل لاي شخص في الحياه الطبيعيه بتأثر عليكم؟ يعني في تغيرات مثلا انا متضايق من شخص ما او متضايق من حاجه معينه، في حاجه حصلت يعني عندي، ده بيأثر على في اضطراب مثلا في الموضوع. في بلاد ما بننزلهاش. في بلاد ما بننزلهاش. البلد اللي تغلط فينا وما تعرفش تقابل الضيف. يعني حضرتك مش هتقدر تشتغل فيها يعني. لا نفسيا ايا كان أكيد. السبب الغرق او ايا كان الحاله اللي بتيجي ايا كانت. لان البلد دي احنا تهنا فيها. وكل بلد ليها كبير، ويبقى كبارات البلد كلها موجوده. لما كبير البلد ما يجيبلكيش حقك ما تخشهاش تاني. اكيد طبعا صح. طيب
ازاي بقى نقدر نقلل حالات الغرق؟ ازاي نقدر نوعي الناس ان ما يعني يخلوا بالهم من ولادهم من يعني إن احنا ازاي نقلل المصيف دلوقتي اصلا؟ القرار من اسهل ما يمكن. احنا اكبر دوله في العالم فيها غرق. بالظبط. اكبر دوله في العالم فيها غرق. الكابتن سامح الشاذلي رئيس الاتحاد المصري عمل مبادره بصر بلا غرقه. في مبادرات كتيره اتعملت. هي حاجه واحده اجباري ويطلع بها قرار من رئيس الوزراء النهارده. اللي بيأجر الشماسي في المصيف ملزم مع كل شمسيه بعدد الكراسي لايف جاكيت. دي حاجه بسيطه جدا يعني. لايف جاكيت مع كل شمسيه، ما اسمحش لاي طفل ينزل الميه الا باللايف جاكيت. اكيد. وصلت؟ في المدارس السنه الجايه بدايه الموسم هوزع لايف جاكيت لان ده في البحر. طب اللي عندي بينزل الترعه الفلاحين او ممكن عربيه ماشيه وفيها طلبه مدارس ممكن يغرقوا ممكن يحصل لا اي مش حاجه هيعرف اصلا يستعمل. لا دي موضوع صعب شويه. موضوع تاني. انا بتكلم على اللي بينزلوا النهارده من الحر اللي حاملين كلفاهم وعايزين ينزلوا الميه في الترع وكده ودي اكبر نسبه. هو اصلا المفروض يتمنع عن نزول ميه في الترع او في النهر. فين البديل؟ فين حمامات السباحه؟ بس الموضوع صعب فعلا. وهم بيستسهلوا ان الحاجه قدامهم فانا نازل كده كده انا مش هعمل مجهود مش هروح مشوار عشان انزل امكانيات. قلت النهارده لما تقضي يوم في الجمصه ولا راس البر بكام؟ في ناس بتيجي يوم في السنه. الناس بتتريق عليهم ده نازلين يا جدعان راعوا ان دول جايين يوم في السنه. دي حقيقه. يوم في السنه انت فاهمه؟ بس يا ريت لما تيجي خدي بالك من ابنك ما تجيبيش حله المحشي وتجيبي بنت خالتك وبنت خالك وتقعدي تطقي حنك وابنك بيغرق. فين احساسك كام؟ فعلا. فين احساسك كاب؟ انا ولادي بينزلوا الميه وما شاء الله عليهم الله اكبر ربطهم بحبل ومحدش يمسك الحبل الا انا. ما هي في مشاعر ابوه وخوف ورعب طبيعي يعني. بس هما بيتكلموا في حته ان انا بسيب الاولاد تفرح في ان هما زهقانين بقى من الدراسه والكلام ده فانا بسيبهم يفرحوا على هاتي له لايف جاكيت انت فاهمه معايا ومدرس التربيه الرياضيه في المدرسه يعلمه ويدي فوائده. ابدا بالمدرسه النهارده لو رئيس الوزراء النهارده طلع قرار مفيش واحد ينزل الميه الا بلايف جاكيت بيعوم او ما بيعومش. النهارده المنقذ في جمصه او في راس البر بيصفر له يقول له لا مغرب ما تبقاش تنزل تجيبني. لا مبالاه من الشعب. والله المنقذين غلابه. المنقذين غلابه اكيد طبعا. وفي اوقات بيمدوا عليه ايدهم ويشتموهم ويهزقوهم ومفيش اللي يحميهم. لازم شرطه على الشط. اللي بيعمل مشاكل استبعد. انت فاهمه معايا؟ خد بطاقته لاخر. انت فاهمه معايا؟ لازم يبقى في رقابه على الشط اصلا من جميع الناس الموجوده والجهات المسؤوله. لكن النهارده كله نازل سمك لبن تمر هندي ما ينفعش. انت فاهمه معايا؟ لايف جاكيت لازم اساسي. انا مش هقول لك ما فيش حمام السباحه تكفي. حمام السباحه في اي نادي شغال برايفت شغال كذا شغال كذا. اقل واحد هيعلم ابنه عايز 1000 ولا 2000 جنيه عشان يعلمه السباحه. ايوه دي حقيقه. في ناس مش لاقيه تاكل. انا اعرف ناس كانوا بيتعلموا السباحه علشان يقدموا حربيه. في محافظه دمياط في مركز زرقاء ففي حد في حد نزل يتمرن كنا في رمضان ونزل يتمرن على الموضوع بعد الفطار غرق. هي الحل الوحيد اللايف جاكيت. يعني الموضوع فعلا صعب. ما بتعرفش تعوم ونزلت البحر في موج في كذا ده هيحميك. بالظبط. الطفل الصغير العوامات لا. العوامات البلاستيك دي اللي بتسقط منها بيتقلب منها. انت فاهمه معايا؟ واصله؟ احنا لسه البيت بتاعت بورسعيد اول امبارح. بس اعتقد ان لو في توعيه من المدارس من البدايه ان الموضوع ده يبقى مستمر او مدرس ماده التربيه الرياضيه في المدرسه. ما فيش الكلام ده دلوقتي. لازم. مفيش الكلام ده. لازم يتاخد. انا النهارده لو كلفت استردت شويه لايف جاكيت قيمته ايه؟ حته قماشه وفلين ما تكلفش 40 جنيه. ما تكلفش 40 جنيه. بس حمى اطفال كتيره جدا من هم يغرقوا. بالظبط. اهم حاجه اللايف جاكيت طبعا. على المراكب في الكره السياحيه اي حاجه متعلقه بالميه لايف جاكيت. اهو احنا من هنا بنناشد الدوله المصريه ان هي فعلا يعني تتبنى فكره كابتن هشام ويعمموا فكره اللايف جاكيت سواء بقى في المدارس او على الشط او في اي مكان اللي هو انت معرض ان في حد هينزل ميه في المكان ده يبقى فعلا في امكانيه لوجود لايف جاكيت مع كل الناس علشان نحاول على الاقل نحد من الموضوع. هو اكيد مش هنقضي عليه اكيد مش هيختفي تماما بس الموضوع يقل. صدقيني لو لبست لايف جاكيت مش هتغرق. هو طب اكيد بس اقصد ان احنا مش هنقدر نتحكم في الموضوع بشكل كبير بس على الاقل الموضوع يقل شويه. هي عايزه مخالفه. اي عيل نازل صغير يتعمل له مخالفه اللي هم بتوع الاشراف بتاعوا الشواطئ اتفاق وفوريه. تمام. واصله؟ احنا هنستجيب. بالظبط. احنا ما بنستجابش الا ما بندفع فلوس. دي حقيقه. طبعا يا كابتن احنا لو اتكلمنا على الموضوع ده والله مش هنبقى حلقه
ممكن 10 4 15 حلقه مثلا عشان نقدر بس نكفي الموضوع. هو احنا للاسف وصلنا لنهايه حلقتنا. طبعا حابة اشكر الكابتن صفاء وعبد الجليل وعبد الرحمن، نورتوني وشرفتوني جدا. حلقه كانت مميزه وممتعه بوجودهم، وقد ايه النصايح اللي قدموها كانت فعلا ذو قيمه كبيره جدا. واتمنى من كل اب وام بيتفرجوا علينا ياخدوا بالهم من اولادهم. احنا في فتره مصيف، فترة الناس كلها عايزة تخرج من الكبت اللي هي فيه، فنخرج من الكبت بس نحافظ على أولادنا. استنونا في حلقة جديدة وحكايات جديدة، أشخاص مميزين في حياتنا لازم نتعرف عليهم. استنونا في برنامج الحياة فكرة يوم الأحد الساعة 11 على قناة الصحة والجمال مع أسماء زايد ورانيا عرام.